انه الشفره ما لنا شغله منيحه ابدا لانه بتاسي الشعره. السكر بيعمل ارتخاء بالسكن. افضل حل بالنسبه لي انا لبشره حساسه، انا كمان بتحسس من الواكس، فانا اعتمدت انه الكريم. المشكلة تبعتي على طول هي من بعد إزالة الشعر، بتحس إنه لما تكون الشعرة بدها تنبت بدها تطلع، أوقات تترك وراها أثر مثل حبوب صغيرة أو بوانوا. لما جربت الكريم